حصلت هذه الفاجعة في يوم 19 من شهر رمضان من سنة 40 للهجرة. آثار هذه الضربة على العالم أصبحت واضحة، يعني تغير وجه التاريخ. عندما يذهب قائد فذ يعني لا نظير له، قائم بذاته، يسمونه فذ لا نظير له، قائم بذاته. أمير المؤمنين هاي خصوصياته بعد، وكان معتد برأيه، بعض التعبير لا يرجع لأحدين، لأنه مسدد، هو عنده خطة يمشي عليها. كما أسلفنا هو على رأس المشروع الإلهي، هذا المشروع انتهى مثل اليوم، انتهى حتى يأذن الله له بمعاد إلى دولة الحق ودولتنا في آخر الزمان تظهر. إذن هذا المشروع تلكأ، وفرح بموته كثيرون، سوف نأتي تباعا في الليالي القادمة. مات أو فرح بموته الكثير. تقول عائشة لما جاءها نعي عليين قالت: فقل للعرب يفعل ما يشاء فقد ذهب الذي كان يضربها على خيشومها. خلص فلتت القضية. ودخل عمرو بن العاص على معاوية وقال: إن الأسد الذي كان مفترشا ذراعيه في العراق لاقى شعوبه، يعني مات الأسد اللي كان قاعدنا بالعراق مات. قال: فقل للظباء ترعى بلا خوف ولا وجل. خلاص ارتاحوا بعد، قرت فاستقرت بعد ماكو قتال. ولذلك عائشة عندها كلمة ثانية تقول: قد ذهب الملأ بموته، ماتت الرجال بعد ماكو، خلاص انتهت القضية. فشي عجيب. لأن أنت الآن أمام خسارة، المسلمين خسروا مشروعهم، المسلمين خسروا مشروعهم. لو قدر لهذا الرجل أن يتنفس ويعيش ويدخل دمشق، الخارطة تتغير، سياسية، جغرافية، القيم، الاقتصاد، تاريخ ينكتب من جديد. نعم، أنت أمام رجل تاريخي صنعته السماء وعدته لهذا اليوم. هو أتعاب رسول الله، هو حصيلة 33 سنة من أتعاب رسول الله صلى الله عليه وآله. تعبير الإمام الخميني قدس الله روحه يقول: أعظم معاجز النبي هو تربيته لعلي بن أبي طالب، أعظم معجزة للإسلام هو علي بن أبي طالب. شلون قدر يطلع لنا هيك شخصية؟ فالحقيقة تحتار العقول. نجده في هذا اليوم قد قتل بهذه الطريقة، اختالوه في أقدس بقعة، في أقدس لحظة، وهي في صلاته. ليش؟ لأنهم يعرفون لا طاقة لهم به. طيب، خلونا نتوقف عند حادثة الاختيال. احنا ذكرنا ما وراء الاختيال، يعني من وراء هاي العملية، وقلنا الذي يقول أنه هذا قرار فردي من ابن ملجم هو لا يعرف التاريخ ويسبر الحقائق. مع احترامي، تطلع فت قضية واحد يرمي له رمية وتأخذها الناس وتشترها. لا، القضية أكبر من ابن ملجم ومن أبوه، لاحظ، ومن الخوارج ذولي الأجلاف، وإنما دول اشتركت في تصفية أمير المؤمنين. ذكرنا هذا البحث وجبنا شواهد عليه. فعيب واحد يقزم هاي الفاجعة الكبرى. يعني أنتم سامعين في التاريخ يذكرون قضية: فسمع الناس صوتا في السماء وقائل يقول: تهدمت والله أركان الهدى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى. هذه مو رواية شيعية للعلم، هذه رواية حتى مدرسة الصحابة يروها، أنه سمعوا نداءان.
أكو أمور السماء تتدخل حتى تقبح هذا الفعل. يعني قضية أنهم وجدوا دما عبيطا في أرض المقدس يوم عاشوراء الحسين مثلا، هاي رواية بني أمية، ما رفع حجر يوم عاشوراء في قتل الحسين، عاشوراء الذي قتل في سجن، ما رفع حجر إلا وجد تحته دم عبيط. دم عبيط يعني شبود دم في القدس في المقدس. هاي رواية عبد الملك بن مروان الزهري ينقلها عن عبد الملك بن مروان، وعبد الملك يروي شيء يناقض سياسته، يعني يروي الحق. ليش؟ حتى تقبح السماء هذا الفعل، جهارا نهارا تقتلون سيد شباب أهل الجنة، إذن القيم كلها خليتوها تحت أقدامكم. أم نفس الشيء في قضية فاجعة أمير المؤمنين، سمعوا صوتا في السماء ينادي تهدمت والله أركان الهدى، ومردا على الذين كفروه، ردا على الذين استحلوا دمه، أنتوا دخلتوا في العظم، دخلتوا في العمق، أنتم ضربتوا نواميس السماء. الله والسماء تقبح هذا الفعل، لاحظوا، وهبت ريح عاصفة اشتكت لها أبواب المسجد، ولذلك الناس هرعوا من بيوتهم، يعني كانوا نائمين، القضية قريب الفجر كانوا نائمين فسمعوا هذا النداء فاستعظموه وخرجوا، وجاء الناس إلى المسجد تباعا. الراوي ينقل يقول حتى أصبحت الكوفة كأنه يوم قبض فيه رسول الله، ارتدت الناس، ارتجت يعني هول، مو قضية خليفة حاكم يقتل، يا ما قتلوا قبله كثيرين وقتلوا بعده كثيرين، أما تعبير ارتجت الكوفة حتى كأنه يوم قبض رسول الله هذا ورد فقط في إمامنا أمير المؤمنين جزاهم الله عليهم. أنا أرجعكم لابن أبي الحديد لما يشرح حالات أمير المؤمنين، يقول كل شؤونه تشبه رسول الله، كل شؤون علي عليه السلام تشبه شؤون النبي صلى الله عليه وآله، حتى في نقلة لعاصمته من المدينة إلى الكوفة وبناية يبتدئ جديدان يصنع التاريخ جديدان، كل شؤونه شؤون النبي، وهو كان أيضا هو يتبع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه من صغري، يقول أنا وراه، فكان يظهر لي كل يوم علما من أعلامه خلقا من أخلاقه، هو معه. ولذلك بلغ من تباعه للنبي شخص النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا رأيت تذكر رسول الله، حالاته، شؤونه، قعدته، طريقته، كان يشبه النبي بكل شؤونه صلوات الله عليهم. في نهج البلاغة، آخر نهج البلاغة، آخر نهج البلاغة في الأقوال والحكم القصار، آخر يعني صفحتين الأخيرتين نهج البلاغة، يذكر ابن أبي الحديد عليه الرضي عليه الرحمة في نهج البلاغة، يذكر على أنه سئل أمير المؤمنين أواخر حياته لما لا تخضب شيبك يا أمير المؤمنين، كانت لحيته بيضاء صلى الله عليه وآله، ليش ما تخضب يعني تصبغ؟ قال الخضاب زينة، قم الخضاب زينة، ونحن قوم في مصيبة برسول الله صلى الله عليه وآله. وهاي آخر حياته يعني سنة 40 مثلا، والنبي صار له 30 سنة متوفي، يقول الخضاب زينة وإحنا في عزاء، نحن في مصيبة برسول الله، إلى الآن هو حزين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك وهو القائل ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. لاحظ، فمرتبط بالنبي ارتباط عضوي، ولذلك كل شؤونه ترجع إلى النبي. زين، هؤلاء اللعنة اليوم نتحدث عن القتلة الذين قاموا بهذا الجرم، هذا الفعل. طبعا يسلط
تسلط الأضواء على ابن ملجم خاصة، يذكر ابن ملجم، لكن أكو غير ابن ملجم اشتركوا في العملية. نعم، اللي اشترك بالعملية القتل الأهداف من وراءها هم طبقوا أجندات سياسية طبخت العملية في بيزنطة ودمشق ومصر، ثلاث عواصم اشتركت في قتل الأمير المؤمنين صحيح، لكن اللي قام بالعملية خمس أشخاص، يعني واحد منهم ابن ملجم. خلينا نتابع الموضوع. ابن ملجم واحد، قلنا ان ابن ملجم هو جندي في مصر دخل الكوفة يوم واحد رمضان سنة 40 للهجرة، ومصر كانت بيد عمرو بن العاص سنة 40 للهجرة. إذن الرجل جندي يقبض راتب من عمرو بن العاص، لاحظ، وإجي هو عنده أجندات مكلف من هذول الشياطين الثلاثة قيصر ومعاوية وابن العاص، استغلوا جهله وبغضه لعلي عليه السلام استثمروا هذا الفعل. هذا واحد. أكو اثنين قاموا معه، كانوا حاملين السيوف في ذيك الليلة، وكانوا معه مع ابن ملجم في المسجد مجد الكوفة. واحد منهم اسمه شبيب بن أبجر الأشجعي، هذا أيضا كان معه في ذيك الليلة مع ابن ملجم. بعد أكو واحد أيضا يذكر اسمه وردان بن مجالد من تيم الرباب، يصير قرايب قطام. هذول مسكوا السيوف وهجموا على أمير المؤمنين. شبيب بن أبجر الروايات تقول أول من ضربه هو شبيب. كل المؤرخين يذكرون هذه القصة، يقولون إلا أن ضربته وقعت في الطاق القوس. هذا أي قوس؟ قوس المحراب. كم المحراب يصير قوس وفي حفرة، فمن ينجي المصلي ينزل بالحفرة، شايفين المحاريب، ينزل المصلي بالحفرة بالمحراب اللي هو هذا المحراب في الكوفة، وما هذا في الطاق بيطاق يصير هيجي والمحراب، المصلي إمام الجماعة ينزل في المحراب. هذا شبيب ضرب ضربته قبل ابن ملجم فوقعت ضربته في الطاق، أمير المؤمنين كان يصلي داخل في النافلة، يعني أمير المؤمنين ما وصلت القضية صلاة الفجر بالنافلة، وهذا الشيء طبيعي باعتبار صلاة الفجر الناس يتجمعون، لاحظوا، فذول اللعناء ما يقدرون يقومون بهذا الفعل أمام الناس، بالتالي المصلين قاعد يشوفون هذا شلون يدخل يجي صفوف، فهم استغلوا فترة المسجد بعد ما مليان، يعني الصفوف بعده ما ملتئمة والإمام كان يصلي النافلة، ولذلك أمير المؤمنين قتل في النافلة، نافلة الفجر ركعتين قبل الفجر. تدرون أيضا فجر يعني ظلام ذاك الوقت، أيضا المسجد الإنارة مالته مشاعل يخلون بها أو شموع، فالضوء ما يكون النور كافي يعني، ولذلك استغلوا هاي القضية. شبيب أول واحد هجم عليه، فلما هجم وقعت ضربته في الطاق في المحراب، ولذلك الروايات تقول فأخطأه. زين، وردان بن مجالد هذا أيضا كان حامل السيف، وردان بن مجالد من تيم الرباب يصير قرايب قطام، هذا أيضا كان معه لكن ما مارس القتل، وإنما ينتظر ابن ملجم إذا أخطأ هو يقوم بهذا الفعل. هذول الثلاثة كانوا ماسكين السيوف، هذول يحتاجون واحد، طبعا ذول مو وحدهم، لازم يجي فد واحد يكشف لهم المنطقة يشوف لهم الأمور. هنا كان دور الأشعث بن قيس الكندي، الأشعث بن قيس الكندي هذا الأعور، وهذا فد بلاء يعني، هذا كان هو الذي يستطلع المسجد،
ويعطي الضوء الأخضر الآن. الخامس كان قطام، قطام كان عندها خيمة معتكفة في وسط الباحة مالت المسجد بعنوان اعتكاف، لأنه العشر الأواخر جاية فمعتكفة بعنوان اعتكاف. فإذا ذولي خمسة كانوا بالمسجد، كان ما هدفهم اغتيال أمير المؤمنين. التاريخ ينقل لنا قضية غريبة عجيبة، وهي حجر ابن عدي الكندي رضوان الله على حجر، هذا الشيعي العظيم المؤمن الموالي من كندة، ومن الأشعث ابن قيس الكندي أيضا من كندة، رئيس كندة الأشعث، أشعث هو رئيس كندة كبيرهم، وكان ملكا في الجاهلية من اليمن، بعدين صار والي من قبل عثمان على باكو أذربيجان. أمير المؤمنين عزله، فمن عزله إجا إلى الكوفة وسكن في الكوفة في حي كندة، حي كندة، فكأنه إلهم فد مجال مكان معين أهل كندة يتواجدون به في المسجد، عندهم قاعدة خاصة بهم بالمسجد. حجر بن عدي الكندي سمع الأشعث بن قيس الكندي يخاطب ابن ملجم: انهض لحاجتك قد فضحك الصبح، يلا قوم تحرك لا يفضحك الصبح، اعطى الإشارة الآن، إشارة البدء. طبعا الأشعث بعد صفين كاتب معاوية، صار عميل عند معاوية، يعني هو عين لمعاوية. كم واحد بالكوفة كانوا في الكوفة زمان هم عيون لمعاوية، كتبوا له تقريرات، واحد منهم الأشعث عمرو بن حريث، هذول كانوا عيون كتبون تقارير لنا. بعد ما إجا معاوية كرم كثير منهم، إلا أن الأشعث مات بعد أمير المؤمنين بأربعين يوم، راح إلى جهنم الأشعث بن قيس الكندي. حجر بن عدي سمع بأذنه الأشعث يقول لابن ملجم: انهض لحاجتك فقد فضحك الصبح. فقال حجر: لقد قتلته يا أعور. في التاريخ ينقل لنا طبعا هاي، هو حجر بعدين قص القصة: لقد قتلته يا أعور، يعني عرف هذا لغز، هاي إشارة أنك أنت تريد تقتال أمير المؤمنين، قتلته يا أعور. وخرج مسرعا حجر إلى دار أمير المؤمنين حتى يمنعه من المجيء، أنه أكو مؤامرة اغتيال عليك. الرواية تقول: وكان إذ قدر الله أن أخطأه في الطريق، يعني هو راح من طريق، وأمير المؤمنين راح للمسجد من طريق آخر، قدر الله وما شاء فعل. فلما راح إلى دار أمير المؤمنين سأل أمير المؤمنين وين، قالوا له خرج للمسجد، فرجع إلى المسجد مسرعا، بالطريق سمع الواعية: قتل أمير المؤمنين. لاحظون هسه هذا ليش أخطأ الطريق؟ إيش معنى أمير المؤمنين أخذ طريق غير طريق؟ قدر الله وما شاء فعل. هذه ملابسات المؤامرة. فلما قتل أمير المؤمنين بضربة ابن ملجم باعتبار شبيب أخطأه، أمير المؤمنين هو فضح القاتل مالته، الآن دنيا ليل وأكيد كان ملثم والناس ما تعرفه من هو هذا. أمير المؤمنين كشفه، قال: قتلني ابن اليهوديين. وهذه أنت مخليلها كم خط تحتها، تعبير يهودي أو ابن اليهوديين، هذا مو يهودي، ابن ملجم أبو مو يهودي، لكن تعبير ابن اليهوديين، مو ابن اليهودية، ابن اليهوديين. لاحظوا شوية، هذا التعبير بالتاريخ إلى عنوان سياسي جيوسياسي، هو كناية عن المؤامرة الدولية، المؤامرة الكبرى ما وراء الأحداث
أكو مؤامرة كبرى يسمونها بالتعبير هذا ابن اليهوديين. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول هذا عميل، هذا مو هو اللي صاحب هذا أكو وراء ناس. لاحظ هذه اصطلاح سياسي خاص ابن اليهوديين، مو يعني هو بالضرورة نسلة من اليهود، لا مو شيء، وإنما أمير مليدي يأشر ترى وراء قرار سياسي هذا يحمل الأجندات، يعني يريد يقول مؤامرة. نعم، وهذا الكلام جدا دقيق. دونكم الرجل، يعني مسكوه أمير المؤمنين، اعتم بعمته، يعني شد رأسه لأنه بدأ نسف الدم، شبيب فر ابن أبجر شرد، وردان مسكه أحدهم، يعني هم ذول الثلاثة، وابن ملجم لما انضربوا أمير المؤمنين أرادوا أن يخرجوا من الباب، فالناس بعد ما سمعوا أمير المؤمنين يقول هذا هجموا عليهم. ابن ملجم مسكوا رأسه، رموا عليه قطيفة ومسكوا وأخذوا السيف من عنده واعتقل بعده بالمسجد. وردان ابن مجالد مسكه أحدهم وصعد فوقه، الناس بدوا يهجمون عليهم. هذا اللي مسكه خاف من الناس أن يصورون هو القاتل، فقام ترك وردان وانحاز بين الناس، فقام وردان شرد فر. فذهب وردان إلى بيت ابن عم له وبدأ ينزع اللامة مالته. ابن عمه كان نايم سمع الصوت، تهدمت والله، فإجى عيه شافه قاعد ينزع ثيابه، قال سمعت أن أمير المؤمنين قد قتل. قال ما أدري. قال قم بنا نذهب للمسجد نشوف شنو الموضوع. قال أنا مشغول. قال له ويلك، وأي شغل أعظم من قتل أمير المؤمنين؟ لعلك أنت الذي قتلته. فأراد أن يقول لا فقال نعم. فقام ابن عمه دخل داره أخذ سيفا ودخل عليه وقطعه إربا إربا، وراح نقل الحادثة إلى الإمام الحسن. هذا يكشف على أنه أكو كان البيوت العوائل منقسمة عقديا، تلقى واحد شيعي وواحد ناصبي، تلقى واحد موالي واحد خوارج، فالكوفة مو صافية لأمير المؤمنين. هذا يقتال أمير المؤمنين وابن عمه شيعي يروح يأخذ ثار علي عليه السلام. لعلك أنت الذي قتلته، أراد أن يقول لا قال نعم قتله. الوحيد اللي نجا هو شبيب بن أبجر، دخل بين الناس ونجا، ما حد وصل إليه. ابن ملجم مسك. كم شو شبيب ابن أبجر بقى حيا حتى جاء معاوية إلى الكوفة سنة 41 بعد ما استلم الحكم من الإمام الحسن. الروايات تذكر على أنه فدخل على معاوية متقربا، يعني يتملق لمعاوية، فقال له إني اشتركت مع ابن ملجم في قتل علي بن أبي طالب. يقول المعاوية، قال ترى أنا ويا كنت ويا ابن ملجم، كشف هذا السر. الغريب تصرف معاوية، رد فعل معاوية. الروايات تقول فارتاع معاوية جدا، معاوية خاف انرعب، ودخل داره فورا، يعني ما خلاه يبقى هنا. معاوية رأسا انسحب، قام من مجلسه ودخل داره. فلما شاف شبيب أن معاوية رعب خاف خرج فر. فقال معاوية لأشجع، أشجع عشيرة شبيب، والله لئن بقي هذا بالكوفة لأهلكنكم، هذا ذا يبقى
أنا أقتلكم كلكم، أنا ما أقبل هذا يبقى بالكوفة، هذا اللي يشترك في قتل علي أباب أولى يقتل معاوية، خاف من عنده معاوية. بعد حادثة اغتيال أمير المؤمنين وذهاب الحسن إلى المدينة، يعني الصلح اللي صار والإمام الحسن تكاتب مع معاوية وخرج إلى المدينة، روايات تقول الإمام الحسن في القادسية، القادسية يعني الديوانية، راجع للمدينة، فبعث إليه معاوية في الطريق، هو رايح للمدينة بعد بالقادسية، بعث إليه معاوية أن ارجع فقد حصل تمرد علينا في أطراف الكوفة، وأنا أريدك أنت تقود هذا الجيش تقاتل به الخوارج. من هم ذول الخوارج؟ بقيادة هذا شبيب بن عبد جر ومجموعة من الخوارج. أمير المؤمنين كان قد أوصى بعدم قتال الخوارج، قال لا تقاتلوهم بعدي. ليش؟ أراد أن يشغلوا بني أمية عن العلويين، يعني هذول يبقون يقلقون يسببون مصدر قلق إلى الحكم الأموي، وفعلا هذا شيء يعني تكتيك استراتيجي خلينا نقول. فالإمام الحسن قال لو كنت، بعث له جواب، لو كنت مقاتلا أحد لقاتلتك، يعني ليش أروح أقاتل ذولي؟ أقاتلك إلك، وإني قد تركت هذا الأمر في عنقك، خلاص أنا ما مسلمك بعد الحكم، أنا ما أشترك بقتال بعد، سلمتك الحكم. فجمع معاوية أهل الكوفة وقال لهم لا أمان لكم عندي حتى تقضوا على هؤلاء 2000 نفر أطراف الكوفة، مسوي لهم معسكر من الخوارج، تروحون تقاتلوهم. فاجتمع أهل الكوفة عليهم. الغريب هنا الموقف، الخوارج لما شافوا أهل الكوفة جايين وشايلين راية معاوية، فش قالوا لهم؟ قالوا لهم ما أكفركم، كنتم تقاتلون معاوية مع علي والآن تقاتلوننا مع معاوية، لكم أنتم شقد تعبانين مثل ما يقولون، شا أنتم شو تتقاتلون معاوية الآن تقاتلوننا عن معاوية، شنو هاي المواقف؟ الخوارج يعني أصابوا بها هنا، ذاك تتحاربون معاوية وكنتم هيئين نفسكم تقاتلون مع علي معاوية، الآن تجايين تقاتلوننا دفاعا عن معاوية، شو وين الدين وين الكذا؟ فعلا يعني إشكال وارد بالصميم. الغرض 2000 في مقابل 1000 الكوفة ما بقوا، فقتلوا، وقتل هذا اللعين شبيب ابن أبجور. ابن ملجم اعتقله، فجيء به إلى أمير المؤمنين، طبعا أمير المؤمنين حمل إلى داره والناس جزعوا عليه، ودخل داره وسجي في محرابه صلى الله عليه، وبدأ الشيعة يجون وفود تجي، وأمير المؤمنين ينظر في الوجوه وهو يسبح الله ويقدس. رواية تقول حتى جاء الحسنان، حسنان أيضا كانوا موجودين، وقد تقرحت عيونهما من البكاء، شوف تخيل جد باكين متأذين، تقرحت عيونهما، وكان يسليهم ويصبرهم، حتى جاءت زينب وأم كلثوم بناته، صار بناهن يجن، فجلسنا عند رأسه يبكيان أو تبكيان، فلما رأى ابنتيه تبكيان، هنا الرواية تحدثنا، فبكى عندها، بكى لما شاف بناته يبكن عليه. في يوم 19 أدخل ابن ملجم عليه، الناس كلهم يتوعدون أنه يقتلونه ويقضون عليه، ويلك قد أهلكت الإسلام، جئت بأمر عظيم، وهو ساكت. الروايات تقول وقد صارت عينيه في جبهته في رأسه مبهوت مرعوب. فجيء به إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين سأل هذا السؤال، قا
قال لماذا؟ أو بئس الإمام كنت لك؟ ليش؟ الغريب جواب ابن ملجم إليه، قال أفأنت تنقذ من في النار يا علي؟ يعني أنا مكتوب عليه روح للنار، غلبتني شقوتي، ما سمع؟ أفأنت تنقذ من في النار يا علي؟ كان واحد يروح للنار، شو تسوي له؟ هذه شيني صحوة موت، غباء سياسي. الآن انتبه لجرمه، نستجير بالله من سوء العاقبة، نستجير بالله من الإنسان يتمادى بالخطأ، يتمادى بالجرم، يتمادى بالغلط ويعرف هذا غلط. تلفد واحد يفرض ياخذ يتعاطى مخدرات، يقولوا له بابا هاي ضرر عليك، يبقى يقول ايه والله اعرف ادري، ويبقى يتعامل بهذه السموم مثلا. هاي مشكله كبيره حقيقه. طيب انت تعرف الخطا، ليش اقمت عليه يعني؟ فانت تنقذ من في النار، يعني انا اريد اروح للنار. فاوصى به خيرا وقال اطعموه مما اطعم واسقوه مما اشرب. لا، فاذا عشت فانا اولى بثأري، انا اعرف شو اتصرف وياه، واذا قتلت ومت من ضربتي هذا فضربه بضربه، الا لا تمثلن بالرجل، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله يقول المثلة حرام ولو بالكلب العقور. لا تقطعونه، لا تقطعوه، يعني تقطعون إذانه وأنفه أو عيونه، هذا الشيء حرام حتى لو كان كلبا مؤذيا. المثلة حرام ولو بالكلب العقور. إلا أن الثابت أن ابن ملجم قتل قصاصة ثم أحرق، أحرقته إحدى نساء النخع من عشيرة مالك، أحرق، وجيء بطبيب نصراني اسمه عروة السلولي. هذا اليوم مصباح 19 جيء له بالطبيب لأمير المؤمنين. هذا الطبيب وكان ماهرا مسيحيا ماهرا في الطب، اجى جاب عرق شات من كبدها، اخذ عرق معين ادخله في الجراحة في رأس أمير المؤمنين ثم سحبه، فقال يا أمير المؤمنين أعهد عهدك فإن ضربة عدو الله مميتة قاتلة. الغريب أن الروايات تقول وبكى الطبيب، يعني الطبيب بكى على أمير المؤمنين. قم تتخيل أنت حضرتك طبيب من غير دين يبكي على خليفة المسلمين، ليه؟ لأنه يبكي عدله، هو يبكي العدل، هو يبكي الحرية والأبوة التي وجدوها في أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا ما صار ولا حدث في التاريخ على أنه بكى من ملة على ملة أخرى على حاكم من المسلمين، لكنه علي يعني هذا أمير المؤمنين. المهم، وبدأ أمير المؤمنين بوصاياه، بدأ يوصي وصايا الموت صلى الله عليه لعياله ولشيعته وللحسنين عليهما السلام. واضح أن الأمور وصلت إلى حالة أن أمير المؤمنين بدأ في الموت، أن هذه الضربة مميتة وقاتلة. في يوم 20 أمير المؤمنين كان حيا، ثم جاء يوم 21 الذي مات قريب المغرب، يعني عصر يوم 21 استشهد أمير المؤمنين. حد الأشعث بن قيس الكندي بعث ولده محمدا يستطلع الوضع يوم 20، انه روح شوفه ينجو منها، هو ما راح الأشعث. فذهب محمد بن الأشعث ينظر أمير المؤمنين شلون وضعه، ثم رجع إلى أبيه قال كيف رأيته؟ قال رأيت عينيه قد غارتا وقد اصفر وجهه، قال إنه ميت والله، هذا علامة الموت. وكتب بذلك كتابا إلى معاوية. يعني هذا الرجل فد موقف غريب، وما تنقم من أبي الحسن، لاحظ
موقف غريب من هذا الأشعث. هذا من المنافقين، ابن محمد اشترك في قتل مسلم ومات بدعوة الحسين في يوم كربلاء. عندك أولاد البقية كلهم على هالنسق هذا، بنت جعيدة سمت الإمام الحسن. ولكن الغريب عائلته بعد 100 سنة دخلوا إلى التشيع كلهم زمان الصادق والباقر، صاروا من معالم الشيعة. فتشي موقف غريب، صدق يخرج الطيبة من الخبيث. الغرض، مولانا أمير المؤمنين في يوم 20 بدأ بوصاياه يوصي بعد أن تأكد فيه الموت، واجتمع عليه شيوخ الشيعة وقادة الحرب جميعا. بعض الروايات تذكر اسم عبد الله بن العباس. الحق أن عبد الله بن العباس ما كان في الكوفة ولا كان في البصرة، كان في مكة بعد فعلته بمال البصرة. الرجل أخذ أموال البصرة سرقها وفر 3 أشهر قبل شهادة أمير المؤمنين. إنما الذي كان في الكوفة هو عبيد الله بن العباس قائد جيوش الإمام الحسن، وليس عبد الله اللي بعدين خان الإمام الحسن وباع الإمام 500,000 درهم لمعاوية. هذا بن العباس ما ينشد به انظار، هم طول عمرهم تجار يعني يباعون بالربح والخسارة ينظرونها. إذن هذا الموقف سنة أو يوم 20 اجتمع الشيعة عليه، يقولون دخل الأصبغ ابن نباتة اجى عند الباب، شاف الباب مغلق، يقول أصبغ: فسمعت بكاء داخل البيت فبكيت. فخرج الحسن قال: يا أصبغ، ما وقوفك هنا؟ قال له: والله يا مولاي إن قدماي لا تحملاني إلى داري، أنا أريد أشوف أمير المؤمنين. فدخل الحسن عليه السلام ثم رجع أخذ إذن وقال له: تفضل ادخل. قال الأصبغ، وهذا من حواري أمير المؤمنين، يقول الأصبغ: فدخلت عليه فوجدته مسجن قد عصب بعصابة صفراء، ما أدري أشدهما صفرة، وجهه أم عصابته. معناته قد أعياه نزيفا الدم، لاحظ حضرتك. فوقع عليه يقبله ويبكي، فقال أمير المؤمنين: يا أصبغ لا تبكي، هل هي إلا الجنة؟ ومن رايح للجنة ليش تبكي؟ قلت: نعم يا والله يا أمير المؤمنين، أعلم أنك إلى الجنة، إلا أننا نبكي على حالنا من بعدك يا أمير المؤمنين، إحنا يتاماك، إحنا خسرنا. فقال عليه السلام: ألا أحدثك يا أصبغ بحديث عن رسول الله؟ قلت: نعم. فقال عليه السلام: يا أصبغ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، أنا وأنت أبوى هذه الأمة، فانظر ما صنعوا بي. يعني هاي جرى على أبوهم، واحد يقتل أبوه يا جماعة، شايف شلون؟ وفعلا هذا الوضع للأسف، يعني الأمة ما تستحق هيك قيادة، ما تستحق هيك قائد فذ.